هذا الذي تهاون في صلاة الجمعة يكتم من المنافقين، لكن لو تركها وندم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحرص على ألا يتخلف عنها. لكن أهناك صدقة يتصدق بها؟ فالجواب عن هذا، ورد حديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تخلف عن صلاة الجمعة فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، والدينار عملة من الذهب. لكن مع هذا كله فالصحيح خلافاً للحاكم وابن حبان والذهبي، فالصحيح أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله في الضعف الحديث الذي: من تخلف عن صلاة الجمعة فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم أو بصاع حنطة أو بنصف صاع حنطة، أيضاً هذا الحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب على المسلم مع وجود هذا السهر الذي حل بالناس وضيعت فيه الأوقات أن يكونوا حريصين على أداء صلاة الجمعة.